نخرج اليوم من مدينة حمد ونرفع الصوت عاليا لنقول لقطر وكل الدول التي وقفت مساندة لأهل غزة، شكرا قطر، شكرا تركيا، شكرا لكل الأحرار. خرجنا رجالا وأطفالا وأشبالا وزهرات من هذا المكان ليصل صوتنا إلى العالم بأسره، أننا لن نترك قطر وحدها في الميدان، أن قطر وقفت بجانب الشعب الفلسطيني في أحلك الظروف وضحت بكثير من الامتيازات الدولية من أجل أن تقدم المساعدات فتغيث الملهوف وتقرئ الضيف وتكسب المعدوم وتبني المدن وتنير قطاع غزة بنورها. ولنقول للجميع أننا نرفع أكف الضراعة في هذا الشهر المبارك إلى الله عز وجل بأن يحفظ قطر ويحفظ سمو أمير قطر الأمير تميم وشعب قطر. عجبي على حارس وطن بالسيف أمير أمريكا أنا صارت عمي لما والمر يصبح عسل المال.